ترأس حاكم إقليم البضحة جان برنار بادارا انطلاقة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، جرت المناسبة بالمركز الصحي بمدينة آتيا حضرة الإقليم. محمد طاهر جبرين الحر. هي انطلاقة رسمية لحملة تطعيم أخرى تهدف إلى استئصال شلل الأطفال من البلاد باعتبار ما جرى من اكتشاف لحالات إصابة جديدة بدولة نيجيريا المجاورة في إقليم البطحة. بالجملة 121,088 طفل يتوقع تطعيمهم خلال هذه الحملة لشهر مارس، والتي ستستمر 3 أيام بكل المقاطعات والمراكز الإدارية بالإقليم. ويعد اللقاح الوسيلة الوحيدة لمكافحة شلل الأطفال وفقا للمندوب الصحي بالبطحة الدكتور علي إسماعيل بقار، الذي طمأن أولياء الأمور بأن اللقاح لا يحمل أي آثار جانبية، معددا أسباب الإصابة بفيروس الشلل. حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري بعد أن أشاد بالتنظيم المتكرر لهذه الحملات طلب من أولياء الأمور الشيوخ التقليديين ورؤساء المربعات المساعدة في إنجاح العملية، ولم ينسى الحاكم تقديم الشكر والثناء لشركاء الصحة في الإقليم لدعمهم المادي والمعنوي في تنظيم هذه الحملة. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة للقناة.